تفضل تفضل. ليه بدي افتحه؟ ليه بدي افتحه؟ معلم حسن عبد الله، حسن عبد الله، حسن عبد الله، حسن. شو بدك؟ لمين عم بتقول هيك؟ روح يا ماما سلمنا على معلمك. ها سلمنا على معلمك. ها شو سلمنا عليه، سلمنا عليه. شو قال مسافر اليوم؟ قال ما بده يسافر، ما بده يسافر، ما في سفر لبنوت اليوم. حسن عباس اكثر ذوق. قالوا لي مسافر اليوم. شو يا كبير؟ ما بدي شيء. شو ما يراح صوتك، مش طالع صوتك. هلا شو هلا عم تعمل ضرب ولا شو هلا؟ شو عم بعمل؟ سافر هلا. شو عم بعمل؟ سافر. شو بدي اعمل؟ بدك تسافر؟ قفلت الباب بالافلام، افلام. لكن هذيك المرة تتبرجل علي هون كسرت لي رقبتي، وانا عرفتك مسافر. معقول ما وضعك؟ تأخرني على المطار يا نعم؟ تأخرني على المطار بلا لعبة. تتأخر على المطار؟ وينك؟ بلا لعبة. هلا عن جد مقفل. مش عم بسمع. شو عم تقول؟ مش عم بسمع. عن جد مقفل. مش عم بسمع. شو مش عم تسمع؟ بلا قطرة؟ لا مش قطرة. انت شو قطرة؟ شو مين؟ مش انت بطل؟ زهل. لك زهل، زهل، جربك زهل. فضيلك ما ليش خلق عليك هلا، بدي اطلع على المطار هلا، طالع على المطار انا. وشو عمل لك انا؟ واحد باب، واحد باب. شو هو؟ زي حكى خيي، زي حكى خيي. افتح لي. مين بده يفتح لك؟ مين؟ ما القفل انا جبته. مين بده يفتح لك؟ ليش في قفل ثاني؟ طيب ايه هيدا قفل، هيدا قفل. يا ما بصير يا شو ما بصير شو؟ بقول لك طالع على المطار يا زلمة. لك يا خيي اطلع، انا ما له باب، لبك تطلع. لك انا بس بدي وضعك، حبيت وضعك. رقبتي الشهر ضلت توجعني. معقول ما وضعك؟ هلا كل جسمك حيوجع سنه. شو؟ كل جسمك حيوجعك. منين بده يوجعنا؟ شو مسكر باب الكرات؟ والله العظيم لسه خش الارض. بدك بلال الا كل مره بشفقنا قلب عليك. جيب سلم لطارق، جيب سلم. سلم شو؟ طارق. لك سلم شو؟ طارق. شو هو؟ بدك روح يا خيفوت جيب له شاكوش وكسر له القفل. انا مش عم تعلو اياه. روح لجوا، روح 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 على الاوضه اللي عندك. جيب له شاكوش، روح روح فوت جيب له، روح فوت فوت. احسن ما انزل نط من هون كسر لك راسك. لحظه لحظه، شو بتنط مين؟ خلصوا لك يا حسن بحياه تختك. لا لحظه لحظه، بتنط شو يا خي؟ لحظه يا خي، لحظه 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 يا خي، لحظه يا خي، لحظه. هذا شو هو؟ الزلمه جاب شاكوش. الزلمه معلم انا بس عم بوضعك، بس ما في شيء بالموضوع. عم بتودعني، عم بقول لك تاخرت. شو بدي اعمل لك؟ دخل. شو بدي اعمل لك؟ خلصني يا زلمه. هي انا شو بدي اعمل لك بس؟ اللي شو بدك تعمل لي؟ بدي روح، بدي فل رايح على المطار. شو قال؟ ما انا مسكر الباب. في اجمل من هيك؟ غيرت هذيك المره شو عملت فيي؟ انت كيف خليت مسكر؟ بدي شو شافني؟ هو ضل سكر الباب. لك افتح الباب، افتح الباب. مش هفتح الباب. لا افتح الباب. مش هفتح. عجل شاد، خلصني موتر وخلص. وصل على المطار، افتح الباب. شو بقى؟ الله السلام عليكم. توصل بخير وسلام. افتح الباب، توصل بخير وسلام. لا كنا واحد علم. هاي عم وضعك فيها بس لانه هذيك مرة اذيتني هون، بس انا عرفت انه انت مسافر اليوم على اوكرانيا. قلت له وضعك بودعك. وداني انت هلا؟ انا جيت يا خي عم وضعك يا سيد بنور، يا محمد بنور. انا جيت عم وضعك لتتذكرني بالطياره. انت واقعد على المقعد تتذكر انا كيف ودعتك. بس هالخبريه، بك هالخبريه بس، ما في شيء بيني وبينك. طيب شو بدك يعني؟ ما بدي شيء، بدي اياك انت تكسر القفل. وين تكسر؟ يلا باي. بس حجيبك من دينك من الباب. باي. ها انا اكثر شيء. باي منور، افتح لي. افتح لي سلامة اوكرانيا. باي باي. انا بفرجيك، لا احسب والله العظيم. ها إذا ما بمرمخ الشارع كله براسك. كسر خلص. عم وين راح؟ وين راح؟ وين راح؟
الباب بس تعا انت ما تعمل له شيء تعا انا بعرف كيف بسحبه بيدينات بس اذا بالباب شو هالعالم هذا يا عم شو هالعالم لحق لي هذا كل شوي بده يعمل لي ضرب عم يودعني هذا بدنا مبين يا معلم ها بدنا مبين طلع لعنده على الباب شو خرب لي الدنيا شو فيها اذا بقلب الباب انا بعرف كيف بسحبه واذا مش بالباب بس لاجي من السفر حسابي معه